ودي لك صوب الموضوع وينك اليوم شمس؟ كملت تجربة من ليبيا؟ استني هناك في فريق اخر حدا كنا نحكي شوية في الوف، كنت حاب تريح شوية. عليش والله تعبت في ليبيا الحقيقة، انت عارف تعبت. روحت من قطر، قعدت بريود كبيرة في قطر. كي روحت حبيت نرتاح شوية. يا اخي جي اوفر نتاع ليبيا، لاجون نتاعي معناها قال لي بريباراتي لوكازيون ذي، تمشي تعمل 3 4 شهور غاديك، خاطر هما بداو مأخر، اللي جاب شي كملوا بعد لتود لي زيكيب، فهمت؟ قال لي بوركوا با تعمل معاهم روتور، فهمت؟ يا اخي ديريكت من قطر تعديت ديريكت لليبيا، قعدت في 4 شهور. اما لا روحت العيد فيه صغير لا كبير، فهمت؟ وانا عندي بنوته تا ولات تحب تربى على عينيك، ربي يفضلك. عايشك ربي يخليك. اما كم يوم واحد يتوحش الدار وكذا، فهمت؟ كملت، قلت خليني اخذ بريود راحه، ويعمل الله في ديسمبر ان شاء الله واحد يحضر روحه. في ديسمبر خويا رجع ريبلوت. ما واش مازالوا ديسمبر اكيد بداوا المفاوضات. يعني خاطر بديت قاعد نترينا، فهمت ديجا. اما استغليت بريود هذا، قلت خليني نرتاح شوي. وكه تخمم في تونس البلا شنو الوجهه نتاعك؟ والله في تونس صعيب شوي. صعيبه. كلموني دي زيكيب وانا انتريسي البر، خاطر تونس ماك تعرف معناها 1 8 سنين في الاسبيرونس. وزيد سينس بلو نيفو والهوا وكذا، واحد نحب نقعد في الكاليبر هذاك، فهمت؟ نحب انا نكمل عباد الكل معناها في تصويره كي يشوفوني معناها انسبيرونس معناها. بصراحه كلموك سي اس اس ولا خاطر خرج كلام مع السي اس اس؟ لا الحقيقه لا. الفرق اللي كلموك معناتها فرق كبيره ولا فرق اقل من الاربعه الكبار معناها؟ والله فرق كبيره معناها. واحد ما يقولش على فريق في تونس معناها، واحد يحترم الناس الكل. إيه فاهمين، فما اربع كبار هذوك الكلاسيك في العالم الكل موجودين، كيما ريال برشلونه كبار في اسبانيا، عاش في ايطاليا اليوفي روما ميلان، فهمتوا؟ لا الثلاثه الكبار الاخرين لا ما كلموش. فما فرق اخرين معناها؟ فما فرق اخرين ونحترمهم ونقول لهم نشكرهم اللي خموا فيا، اما عبرت لهم على وجهه الراي نتاعي، فهمت؟ نحب تقعد التصويره نتاعي في الاسبيرونس معناها. باهي مسيره كبيره شمس في الاسبيرونس، نحبوا نعرفوا هكا حاجات ما يعرفوهمش العباد على شمس الدين الذوادي، خاصه مسيرتك. كل شيء ظاهر. مسيرتك الكل، ممكن انت العباد عرفتك خاصه في الترجي وقبلها شويه في النجم. حم نعرف شمس. حملم زاد نسيت. بالطبيعة حملم في مسيرة. حملم تربيت فيها. سيزون كبيرة في حملم عملتها. نعرف بداياتك كيفاش كانت في الترجي. في الاسبيرونس كما نعرف معناها خذيتني الاسبيرونس، وحتى حد وقتها ما مش مصدق وقتها في ليتوال وكنت. لا من الاول انت صغير اول نهار خممت تمشي تكاور فيه كيفاش؟ وانا صغير. انت صغير بالكل، ترجعك شويه لتالي يا حسره. ولا انا من لي انا صغير معناها كان عندي خوي الكبير كان مغروم زاد بالكوره وغرمني معاه. ديما نكورو في الحومة وكذا، واحد بابا شافني هكا سافا نعدي روحي، فهمت؟ كنت صغير ما لعبش مع الاندادي، ديما مع الاكبر مني، فهمت؟ حتى المورفولوجين تصور تجي طويل شوية هكا ولا من الصغير ولا ليه بعد؟ كي كنت صغير كنت فاخر عليهم شوية، من بعديك هما طويل وانا قعدت. هذيك صارت لي مشكلة، من بعد نوصلوا لها صارت لي مشكلة في الاسبيرونس وخرجت على الحاجة ديك. اما مشيت لاسبيرونس وقتها انا 87 مزيان. هو كازك التستي ولا انت ولد حملم فا ولا انا ولد برس دراي؟ ولد برس دراي بريسكاي، ولد البوليو سود. البوليو حاصل. مشيت عملت تيست مع لي 86 قبلوني وكذا، كي قالوا لي جيب وراقك وكذا كل مضمونك الوراق. حاصل يلقوني 87 حاصل، من الاول خليوه لي وهم معناها عجبتهم، فهمت؟ ما ديك خلاوني قعدتك البريود، وما ديك جاو لي 87 بديت نترينا معاهم بشوي بشوي، بداو لي سيكسيون واحد جينيراسيون اللي فيها اسامه الدراجي هذوك. خليل شمال بدا معاكم ولا شكون معاكم؟ خليل خلطت في الميني. اسامه الدراجي يقدم واحد مش كي ديجا كي مشيت نلقاه هو يترينا معاهم لي 86، فهمت؟ اسامه الدراجي كان معنا مروان العقرب يلعب شويه اسكندر بالشيخ اسكندر جانا من بعد زاده مازن بوزلفه منيم زاده هذوما براتيكمون خالي قلعت بلاستيك من الاول. اي وانا صغير معناها كنت نلعب معناها معروف في البارك معناها وانا احنا صغار انا وسامه معناها من البارمي العباد اللي يحبونا ومعروفين بال. ما كانتش اكسيال ده اللي اي كنت دومي.
ديس شنو دومي سيد شنو دراجي ديس وانا ويد بحذية فهمت. كنا نلعبوا بيفو رانا مروان العقربي وانا وسام فهمت بحذين الدوزيلي واتاكون. علاش تبدلت بعد البوست انت حبيت ولا كيفاش؟ والله هيك تبدلت كي مشيت الحملم في الحقيقه. كي مشيت الحملم صارت لي مشكله قلت لك على بدني فهمت. اي خلينا في الموسيقى علاش خرجت ما تعرفش؟ كنت قصير فهمت خاطر صحابي طوالو وانا قعدت غريبة ما جيبوا ايش فيك كنت قصير. الناس كل اللي يقول لهم على الحكايه هذيك قولوا لي امبوسيبل كيف هو هكاك ربي سبحانه. وقتها براتيكمون في 6 شهور كي رجعت لعبت لهم ماتش اميكال سبيرونس ما عرفوني اصحابي قصير برشا برشا. هي بوست هذيك ما تحتاجش واحد طويل ويت معناها مش تكون قبلي معناها قصير ومعناها الفورمولوجي نتاعي ضعيفه فهمت مانيش كاسح فهمت. لكن اللي وقتها جات فكره لازم لي جاباري وكذا فهمت. وقتها شاد ديريكتور تكنيك سي مختار تليلي وقتها ندخل الفكره هذيك فهمت يحبوا لي جاباري ويحبوا جوريت معناها نقولوا مختار تليلي تخلى عليك ولا هيك جات ب خرج حتى الكلام تاع مختار تليلي هو جات بتبيعاتها فهمت وفي الخير جات معناها في صالحي انا فهمت. هي واحد هذايا كتبه نتاع ربي اما جات واحد في الخير مشيت الحملنف وكملت فورماسيون تاعي والحمد لله ماني عملت كارير بيه. ما حكيتوش فيه بعض الموضوع ما قابلتوش بطارتيلي ولا حاجه ما قالكش يعني غلطت ولا ندمت ولا ما عرفش؟ لا 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 ها كي خرجت الحكايه معناها وين حكيتها في في الميديا لا ما علي الحقيقه. وقتها كلم سلمونجي بحر لاذرو بالخير كلمه قالوا راهو شبي جور نتاعك داخل فيا والعباد ميديا كلها فهمت وكلموا من الاسبيرونس ابارامون هي خاطر ضربت الاسبيرونس هي في الدفينيه قالوا كيفاش ملعبيه هكا يخرجوا واحد ومن بعد نشريهم بالفلوس كذا فهمت. حسيل كلمته في التليفون قلت له راهو سي مختار هذاك هو اللي صار معناها جبت حاجه من راسي قلت له انا كنت في الاسبيرونس وخرجت شيت الحمله معناها انت وقتها هو ما كانش ديريكت فهمت. قال عيط البابا في البارك وحكي معاه وقال له راهو طفل عنده دي كاليتي وكذا اما يمشي للحملم في يلعب ويكمل الفورماسيون تاعو الحملم في طلبوك وقتها ولا انت بعد كلموهم هو ثم ديجا شكون باش ياخذوا من الحملم فهمت. بعديك ولينا اصحاب اشرف محفوظ هذا هو خذاوه ومشيت انا الحملم فهمت. فرد عمر وقتها هو 88 وانت وصلت هو ما وصلت فهالي هو طلع سينيور في حاملين فما هو رجع بعديك عاود رجع الحاملين طلعنا سينيور وبعديك ما كملش هو كي حكيت معاه في التليفون شنو حكيتو مختار تليلي؟ قلت له والله سي مختار سلمت عليه قلت له ديزولي معناها على القلق هذا الكل اما راهو هذاك اللي صار قال لي انت كي ولدي وكذا واحد وعندك الحق اما معناها صارت بريسيون عليه فهمت. نتصور تمسيت مورالمون بالديسيزيون هذاك اي واحد يكون في الاسبيرونس في القمه معناها كنت صغير ما ركزتش فيها والله كنت صغير ما ركزتش فيها بون غاضتني اما ما ركزتش شكلي صايي باش نبطل ولا حاجه فهمت. بابا غاضت بالحقيقه خاطر تعب معايا في الزين وجي بيان واحد بعديك نخرج منها كيكه فهمت غاضته وانا ما ركزتش فيها ديريكت لانسيت مشيت للحمله ونفو بديت فهذا كادي شنو بالضبط؟ كادي وقتها عائله رياضيه حتى اخوك وليد كوارجي وليد شمس ممكن عكسك انت في لي جون كان بارز معناها كان انترناسيونال بعد ما كملش علاش؟ نشوف اللي مشيتو للكلوب جيت كما نقولوا مزروبة فيسع وليد راه براتيكمون ما لعب حتى ماتش هو اللي بليسير قلقوه غالي برشا لعب ماتشوات تيتولير ولعب معناها ما عندوش الاكسبيريونس مشى مازال صغير مش كيفي انا لعبت براتيكمون عامين في حملهم فبعديك مشيت ليتوار ديريكت من ليتوار بعديك لعبت قعدت نلعب فهمت مشيت باسمي براتيكمون فهمت هو صغير فهمت ومازال يعني على اساس باش يزيدوا يحضروه باش يلعب معناها عام الجاي العام اللي بعده فهمت هذيك ما ساعدتوش وهو ما نصحتوش وقت انت ما قلتلوش اصبر شويه الحقيقه نصحته خاطر كلمني عليه وقتها سرياض رياض بن نور قال لي خليه عام هو كلامه صحيح معناها انك رجعت قال لي خليه عام يلعب ويجيب روح خير ما يجينا تو
مش ياخذ بلاصه حتى كان باش يمشي خير ما يتبيع لجمعيه اخرى توا ويتعب فهمت. وذاك اللي صار معناها مشي ما لعبش لتعب مش تعب معناها ما لقاش فرصته ما لقاش يكون مثلا يضرب علي فهمت. عباد ما تعرفوش انت كي تجيب جوار مازال في الفورماسيون حتى حد مش كلم علي حتى الجمهور ما يعرفوش فهمت. صحيح. مش كيما تلعب عام تعمل عام عامين باهين كي باش تمشي العباد تقول لك وين وليد يا اخي عليه مش لعبش هكا في حمل في يلعب جو بها عليه فهمت. في بن عروس توا ولا ما عادش توا كان في بن عروس ومشي معايا عمل تجربه معايا في ليبيا ورجع وكلموه قفصه قاعد يعمل في بريباراسيون في قفصه توا ان شاء الله ربي.